والابن والروح القدس الله الواحد. احنا بنتكلم في سفر اشعياء اللي هو قلنا كم اصحاح 66 وكم جزء؟ جزئين، اول 39 اصحاح ودول شبه العهد القديم، و27 اللي هم من اصحاح 40 ل 66 ودول شبه العهد الجديد. هنتكلم النهارده عن ايه برضه في الاصحاح الاول. ربنا بيقول لكل واحد مننا هلما نتحاجج، يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف النقي. أول حاجة الآية دي invitation، الآية دي هي الآية رقم 18 في الإصحاح الأول، ودي invitation، دي دعوة. مين اللي بيقول هلما نتحاجج؟ ربنا نفسه. هلما نتحاجج يقول الرب. فالدعوة دي لينا كلنا دعوة من عند ربنا. وهلما نتحاجج يعني انت تقول الحجة بتاعتك وانا هقول لك وارد عليك، ففيها زي دي بيت، فيها زي ايه؟ دي بيت. هلما نتحاجج يقول الرب. الحاجة التانية يقول لك فيها reconciliation. ايه الريكونسليشن؟ فيها مصالحة. احنا اول جزء في القداس نقول على صلاة ايه؟ صلاة الصلح، المصالحة. لان الخدمة اللي احنا بنعملها دلوقت، العظة اللي انا بديها لكم، مجينا للكنيسة دي خدمة مصالحة. بيتكلم عنها القديس بولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية، يقول ان احنا بنخدم، بنقول للناس يتصالحوا مع الله. بس الحاجه العجيبه ان ربنا هو اللي بادي، يعني احنا اللي غلطانين وهو اللي بيدعونا للمصالحه. يعني الطبيعي كان نبقى احنا اللي نبتدي، لكن ده ربنا هو اللي بيقول لنا هلما نتحاجج يقول الرب. وهلما نتحاجج تلاقي فيها كده المودة. يعني عندنا في المسيحية الحاجات اللي خاصة بربنا مش أوامر ونواهي، ولكن تلاقي ربنا بيكلمك. ده صدقوني أنا بحس كده إن يعني إحنا خليقة الله، ربنا هو اللي صنعنا، ربنا هو اللي مكوننا، ولكن بحس ان ربنا بيحترم الانسان. يعني ربنا بيدي قيمه للانسان. ليه؟ الله قادر يلغينا. الله محتاج لنا في حاجه؟ بيبين كتير كانه محتاج لنا، بيبين كتير كانه محتاج لنا، ويقول انا مددي ليكم وانا قايلكم. ده من اكتر حاجه ربنا بيدينا قيمه فيها، انه مدينا جوهره اسمها الحريه. هل الله بيخصب اي حد مننا يعيش معاه؟ ما يخصبش حد. ده احنا مرات كتيره احنا كبشر يقول لك على حاجة معينة يقول لك أنا هضغط، حاجة مع أولاده يقول لك أنا هخصب عليه، أنا لازم تعمل كده. تلاقي ربنا ما بيعملش كده، تلاقي ربنا ما بيعملش كده. فدعوة هلما نتحاجج يقول الرب. وليه دي الدعوة هلما نتحاجج؟ يقول لك لأنه مرات كتيرة الإنسان الخاطي ما عندوش وقت، ما عندوش فرصة للقعدة الهادية والتفكير. في ناس الدنيا واخدهم في وشها، ما عندوش وقت. ده في ناس بتدوش نفسها علشان ما تفكرش. يعني في واحد مثلا يروح يشرب ياخد الكحول وكده
هو يقول لك عشان أعرف أنام، أنا مش أصلاً مش عايز أفكر، أقول لك عايز يشغل نفسه، يشغل نفسه بأي حاجة، مش عايز يفكر. مرات الواحد يبقى ماشي بالعربية تلاقي واحد جنبيه بعربية تانية مشغل موسيقى كده أما تهز الشارع، ده مش بيسمع على كده، ده يعني حاجة تو ماتش، مش عايز هو إيه يفكر، مش عايز هو يفكر. يعني كتير من الناس اللي بعيد عن ربنا لو الواحد أعاد التفكير يقول لك إيه اللي أنا بعمله في نفسنا. وعشان كده الكنيسة دايما بتدربنا بتعودنا تقول كل واحد مننا، الواحد مننا يخسر كتير لو ما عندوش قعدة هادية بينه وبين نفسه في حضرة الروح القدس. لو انت ما بتعملهاش جربها مع نفسك هتلاقي قلبك مضطرب، هتلاقي ما عندكش سلام، هتلاقي نفسك قلقان، عندك مخاوف كتير. جرب، درب نفسك، لان اللي انا بقوله لك ده حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا في حياتنا كاولاد لربنا مسيحيين، مساله التدريب. درب نفسك على الحاجات الروحيه. فأقول لك يعني كل واحد منا على قد ما يقدر. في واحد يقول لك انا ما عنديش فرصه اكتر من 10 دقائق وربع ساعه، خير وبركه، اقعد قاعده هاديه تترتب الامور في داخلك. بس برضه لازم تتدرب القعده دي تبقى قاعده ازاي. ما ممكن واحد يقعد بس مشغول بافكار العالم ومشغوليات كتير، لا، خليها في حضرة ربنا تبقى مشغول بربنا. وممكن تدرب نفسك اي حاجة شغلاك وقولها لابوك، ده هو بيقول لك هلما نتحاجج، انا يا رب تعبان من كذا، انا يا رب مشغول من كذا، انا يا رب قلقان من كذا، انا يا رب الاسباب الفلانية ما بتخلينيش اجرب منك. كل الحاجات يعني ما تبقيش حاجة، ومش هتتكسف حاجة، دي بينك وبين أبوك السماوي، بينك وبين ربنا. هلما نتحاجج، اللي ما بيقدرش يعمل الآية دي هو الإنسان اللي مش بيقدر يواجه نفسه. لأنه قلتها لكم مرة قبل كده وبكررها، الواحد مننا بيقدر يواجه كل الناس، بس أكبر مواجهة وأصعبها مواجهتك لنفسك. لأنه محتاج الإنسان أول ما أنا تؤدمت أعترف بينك بنفسي أنا موضوع الفلان كنت فيه غلطان. ده ذهبي الفم بيقول إيه؟ يعني لو بنقول لك روح رحلة أوفرسيز، ولا روح اطلع اعلى الجبال، انا بقول لك على كلمتين بساط جدا، الحاجه اللي انت غلطان فيها اعترف بينك ما بين نفسك انك انت ايه، انك انت غلطان من غير لف ودوران يعني. فتقعد بينك ما بين ربنا نتحاجج، قول له ويا رب انا غلطان، مش انا غلطان بالجمله كده وخلاص، انا غلطان يا رب في الحاجه الفلانيه، وليه مساله التخصيص دي؟ عشان ربنا يساعدني ان انا اغير الحاجه دي، ربنا يساعدني ان انا اغير الحاجه ديت. فالانسان عشان يتحاجج مع الله محتاج ان يواجه نفسه، الحاجه اللي انا غلطان فيها اقول انا ايه غلط، ده مرات احنا ما بنرضاش نعملها فربنا هو اللي يجر الكلام معانا. فراح لواحد قاتل قال له فين اخوك؟ هو ربنا بيساله علشان مش عارف اخوه فين؟ حاش ده بيعمل ايه؟ يقول لك بيجر كلام معاه، قال له فين اخوك؟
فذهبي الفم حتى يقول لك رد على ربنا في التحاجج ده رد مش مؤدب. قال له احرص انا لاخي؟ ايه الكلام انت بتقول؟ مش عارف انك بتكلم ربنا؟ قال له انا ما طلبتش منك انك تبقى حارس، بس برضه مش عايزك انك تبقى قاتل لاخوك. فذهبي الفم بيقول ايه؟ ربنا بيسال قايين علشان يسهل عليه المسائل، لكن هو ما استجابش. فذهبي الفم ادى مثل ده بتاع قايين، وراح ادى مثل جميل تاني خالص بتاع واحد عمل حاجه يمكن زي اللي عملها قايين ووحش. داود النبي لما راح له ناثان النبي معرفه ان عمل حاجه ما تتعملش، فراح داود النبي قال له ايه؟ يقتل. قال له اخطيت. قال له اخطيت. رد عليه قال له ايه؟ على طول في نفس اللحظه قال له الرب رفع عن خطيتك. يا بس داود النبي مش بيقولها مجرد كلمه بخفه يعني عايز نمشي ناثان والنبي وخلاص، لا، هي مينت. قال له اخطيت، انا اخطيت قدام ربنا، انا اخطيت قدام ربنا. فاقعد كده نتحاجج، يقول له انا اخطيت. هل هم نتحاجج القعده دي محتاجه تروي؟ عارف المثل كده يقول لك الدنيا واخدانا في سنانها، يعني الايام سريعه، الدنيا سريعه زي القطر، فعايزه ايه؟ عايزه تروي. تروي يعني انا رايح فين، انا متجه في اي اتجاه، انا متجه في اي اتجاه. ففي انسان يقول لك ما عندوش وقت انه يفكر، وفي ناس لما تفكر تفكر ضد الله. هنا الدعوة ان عايزك تفكر مش ضد ربنا، تفكر مع ربنا، تاخد وتدي مع ربنا. وربنا عملها مع يونان النبي، عايز يدي درس ليونان على أهمية البني آدم، قيمة الإنسان. لو ربنا مش عامل قيمة للإنسان ما كانش اتجسد، ما كانش مات علشانه. قال لك واحد من الخليجة وخلاص خليه يروح لحاله. ده احنا بنقول له ده انت فيلانثروبيك وان. مرة واحدة ست قالت لي كده من كذا سنة، قلت لي أكتر حاجة بتبسط فيها القداس لما أسمع إن الله ده محب البشر. أصله ربنا يعني بيحبنا عشان ميزة فينا؟ عشان محتاج لنا في حاجة يعني؟ لا، دي محبة خالصة، مش لأي هدف ولا لأي غرض، إلا الهدف وغرض منفعتنا. فالله محب البشر، فعايز يعرف قيمة الإنسان ليونان النبي، راح عمل له حكاية اليقطينة، وقعد يسأله وياخد ويدي معاه. وانت زعلان يا يونان؟ يقول له ايوه زعلان. طب وزعلان ليه يا يونان؟ يقول له اليقطينة. يقول له طب يا يونان انت زعلان على اليقطينة، النبات لا انت شقيت فيه ولا تعبت فيه، وكان ابن امبارح وانتهى النهارده، طيب مش عايز نزعل على يعني نينوى المدينة اللي فيها 12 ربوة ما عدا البهائم؟ ما انت مهتم بنبات. المدينة دي فيها 120,000 غير فيها ايه؟ بهائم. طب الله بيهتم بالبهائم؟ يقول لك ما خلقته، ما خلقته. عشان كده مرة قلت لكم سفر يونان النبي ده في اصحاح 4، السفر بينتهي بعلامة استفهام، وعلامة الاستفهام دي علشان تخلي الإنسان يعمل ايه؟ يفكر. مش هو مش عارفين ان احنا كبشر مرات كتيرة نقول لبعض ايه؟ هي كده وخلاص، تقبل كده وتعمل كده. ربنا ما بيعملش كده، ربنا ما بيعملش كده. فهي دعوة
الدعوة دي مهمة وتستحق، تستحق انك تدي وقت كل يوم. ليه؟ يقول لك موضوع مصيري، حاجة متعلقة بأبديتي، حاجة متعلقة بخلاص نفسي. لو حد جه قال لك الموضوع دوت موضوع حياة أو موت، وده موضوع مهم جدا. إحنا حسب أهمية الموضوع يقول لك الموضوع ده لازم أخد بالي منه، ده موضوع مهم جدا. طب وده لو كان موضوع مش مهم بالنسبة لحياتك على الأرض بس، ده مهم بالنسبة لأبديتك، مفيش حاجة أهم من كده، مفيش حاجة أهم من كده. فالله هو اللي بادي بالطلب، يعني دايما اللي ليه حاجة هو اللي بيسعى، لا ده الله هو اللي بيسعى. يقول لك جاء ليه؟ ليطلب ويخلص ما كده لك، هو اللي بيسعى. فاتفاق ما بين الله وإنسان متعدي، ما بين الله وإنسان متعدي، هلما نتحاجج ده طلب مصالحة. ربنا مد ايده ليك يقول لك تعالى نصالح، تعالى نصالح. الحاجة التانية اللي مش بقدر، يعني كتير مع أولادنا اللي يجوا في الكنيسة مش بنقدر نصلحها بسهل، إنه مرات ناس تجينا ككهنة صعبان عليهم من ربنا، وناس كتير حتى يقول لك أنا زعلان من ربنا. والواحد لما يقعد يفكر فيه كده يقول لك ايه؟ ليه؟ ده ربنا ما يعرفش يعمل حاجه وحش، نفر، فانت صعبان عليك ليه؟ زعلان من ربنا ليه؟ ما يعملش فيك حاجه وحشه ابدا، يستحيل. فكل الصلاح من الله، كل الحاجة الوحشة والصعبة مننا، أيا كانت الظروف اللي بيمر بها الإنسان. يعني مرات ممكن حاجات تيجي من الطبيعة بس أساسها خطية الإنسان، مرات تيجي حاجات من شرور من البشر، ربنا ما يحبش إن ده يحصل. يقول لك بس ربنا سامح بكده، يقول لك ما علشان مديلك إيمان ومديلك حرية، مدي لك قيمه ومدي لك حريه ويحولها لخيرك. فطلب مصالحه، ده يقول على شعب اسرائيل مدت يدي طول النهار لشعب ايه؟ معاني. لا ده مش ده، علشان ايد ربنا الممدوده تفضل ممدوده، استمرت تفضل ممدوده على طول للانسان. فطلب سلام، وبيقول لك في الآية إن الله مستعد للمغفرة. أنت خاطي، أنت غلط، بقول لك تعالى وأنا مستعد إن أنا أغفر لك. يقول كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معصينا، يقول خطاياكم لا أعود أذكرها. يعني احنا كبشر مرات كتيره يقول مالك مع فلان، يقول لك غلط في حقي. طب مع ربنا يقول لك غلط وانا سامع، غلط وانا اغفر له، غلط وانا اغفر له، ورحمته ممتده بالنسبه لنا. فهي هنا الدعوه، ربنا مش بيدعو ابرار، مش بيدعو قديسين. فالامر واضح، قال لك لا يحتاج الى صحاء له، فهو عارف ان جاي لمرضى مش لاصحاء. لم اتي لادعو ابرار بل خطاء، انا عارف ان انا مادد ايدي لحد خاطئ،
عايز تقولها كده حد وحش، بس بقول له انا مدد ايدي ليك. هل هم نتحاجج؟ يقول الرب، يقول انا عارف خطاياكم كالقرمز، انا عارف ان خطاياكم كالدودي، انا عارف، بس بقول لك كده. ربنا قال هنا تعبير جميل جدا، مثل يسموه The Prince of Parables، أمير الأمثال، اللي هو مثل إيه؟ الابن الضال. الابن الضال لما راجع لأبوه، راجع وريحة الخنازير فيه، راجع يعني بوسخ، راجع بوسخ. أبوه ما قالوش إيه؟ وروح خد لك حمام الأول علشان أعرف أحضنك، عشان أقدر أقبلك. أنتم متخيلينها؟ يعني راجع بالحالة اللي هو فيه أول ما أبوه شاف عمل إيه؟ خاضف حضن. هيوسخك، يقول لا لا ما يوسخنيش، ابني أصحيح أنه الضافي، بس بعد ما خاضف حضن ما عكسهاش. فربنا عارف ان هو بيضع خطاه، ويقول لك لما هتجيني مش هخليك تفضل كده، انا غيرك، انا غيرك، انا هجددك. فاللي كانت كالقرمز تبقى زي ايه؟ السالك. واللي كانت كالدودي تبقى زي ايه؟ الصف النقي. انا غيرك. فالواحد لما يحس كده بالثمر اللي هياخده من جلسته مع ربنا دي، يقول لك طب انا اللي مخليني مكسل، انا اللي مخليني متاخر، انا اللي خليني مش مهتم، انا ايه اللي مخليني مش مهتم؟ ده هو يكسر سلطان الخطيه عني، يكسر سلطان الخطيه عني. مرات الخطية تبقى زلة لبني آدم، مهيمن عليه، مسيطر عليه، يقول لك أكسر سلطانها عنك، أكسر سلطانها عنك. يقول كالقرمز وحمراء كالدودي، عارفين دي معناها ايه؟ عارف زي ما يكون حاجة انت جايبها كده وحاططها في صبغة لغاية ما الصبغة اتمكنت منها، قال لك انضفها لك لانها تركت في صبغه، صبغه تحت الخطيه. قال لا ده انا ادي لك صبغه تانية. ما كلمه معموديه فابتسمة، فابتسمة يعني صبغه. لا يقول لك ده انا ادي لك صبغه تانية تطهر تبيضك. قال لك بيضوا ثيابهم في دم الحمل، بيضوا ثيابهم في دم الحمل. أقول لك أنت مش تعرف تعملها لوحديك، فتعالي هلوم أن نتحاجج، فأدي لك صبغة بس من نوع مختلف. مهما كانت الواحد مرات كتيرة يبص لحياة القديسين ويلاقيهم اتغيروا من حال لحال، ما كنتش تتخيلها. عارفين في الكنيسة الكبيرة بقصد حاطين على العمود الناحية دي والعمود الناحية دي علشان يبقوا أقرب حاجة وفي المواجهة، مثاليا تلاقي ناحية الرجالة كده القديسة مريم المصرية، وناحية الستات تلاقي كده القديس ايه؟ أبا موسى القوي. اللي علشان واحد يوصل لهم كده، إن كنت يا رب غيرت دول، أنا مهما تكون حياتي مش هتبقى وحش من دول، بس أنت غيرت، غيرتهم، بيجي قديسين بتحطوا في كنيستك
بنتشفع بيهم أبطال، ما كانش حد يتخيل أن ده ممكن يتغير. وده أنا بقول لك أنت في بالك أمثلة تانية كتير، وأنت في إيمانك عارف الله قادر يغير ولا لا يغير. نحن كانوا يقولون مثل في الصعيد كده يقول لك يغير ولا يتغير، هو ما يتغيرش بس هو ايه، هو يغير. ويغير دي تشمل حاجات كتير خالص. لما تقعد تفكر فيه لا يغير ظروفك ويغير حالك ويغير الناس اللي حواليك اللي انت بتتعامل معاه، الله يغير. بس ده ايمان يبقى عند الانسان، ايمان عند الانسان. ويقول لنا على الاغتسال بقى اللي هيغير، فبيقول لنا على سبع حاجات، حاجتين نيجاتيف وخمسة بوزيتيف. ذكرتهم لكم واحنا كنا بنتكلم عن مقدمة. النيجاتيف قال لنا اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني، لأن الله بص علينا طول الوقت يقول لك ما صحش أعمل كده قدام ربنا، لأن الخطية خطية ضد الله. فاعزلوا شر أفعالكم، وبيقول لنا كفوا. كفوا دي لما تيجي ترجمها انجلش تبقى استوب استوب. كفوا عن فعل الشر، استوب دونج ايفل. ويبتدي يقول عن الخمسة الإيجابية بقى، تعلموا فعل الخير. فعل الخير ده الإنسان بيعمل ايه؟ بيتعلموا. يعني ممكن يكون سهل عليك في الاول، اتعلم. ودي لما انت تقعد تفكر فيها، طب انا ليه اتعلم فعل الخير؟ انا ما كنتش بهتم لاعرف حد مريض اروح ازوره، ما كنتش في بالي اتعلم. أنا بديلك مثل، ممكن تكون أنت بالفعل بتعمل كده بس في حاجات تانية اللي أنت محتاج إنك تتعلمها. تعلموا فعل الخير. أنا ما جاش في بالي إن حد تبقى ظروفه محتاجة وأنا يجي في بالي مثلا إن أنا أمد إيد وأساعده. ما ده عمل الخير. إن أنا ألاقي حد كده محتاج لنصيحة هتنفعه وأقولها له. تعلموا فعل الخير. ده حتى مع أسرتنا، مع أولادنا، مع أهلنا، مع قريبنا. لأنه ممكن تلاقي أي حد مننا عنده في الأسرة حد متضايق منه، والواحد مننا احنا في بيت الله كده وتلاقيه شايل نفسه شايله منه، يعني ده يقول عمله. مش بقول لك انك انت اللي عملت، بقول لك ممكن يكون عمل في حقك ومضايقك. بقول لك اتعلم فعل الخير، ان انا اللي هبتدي. مش عمال اتكلم واقول لك ربنا احنا اللي غلطنا، هو اللي ابتدى انه يمد ايده ناحيتنا. تعلموا فعل الخير. لأن أنا ما أقول لك من أول ما ابتدينا الكلام اللي دي في حياة تدريب تعليم. الواحد مرات يبص في حياته كده يقول لك في حاجات كتير ما كنتش بعملها بس بدرب نفسي عليها، بتعلمها. وهقول لك برضو بوضوح، ما فيش وقت يجي عليك يقول لك أنا كبرت على كده، لو كنت عملت ده الكلام ده من بدري. دي الحجج اللي مرات إبليس يجيبها في ذهننا. ما إبليس مش عايزنا نعمل كده،
عارف في الوعظ اللي انت بتسمعه اي وعظ، مرات الشيطان يجيب افكار في للبني ادم ضد اللي بيسمعه، ضد الارشاد، ضد النصيحه، علشان مش عايزه ايه يعني. ما هو الشيطان مرات يقول لك ايه، عايز تروح الكنيسه مش قادر يعطلك، يقول لك هتروح، طب روح، بس يسيبك تروح لوحديك، يقول لك لا خد معاك، فياخد يجي مع الواحد. الواحد من اللي يسمع كلمه لو عمل بها تفيد وهتنفعه، فهو يجي في ودانه ويقول له ايه، لا لا يا عم ده كلام يعني ضروري، ما ده ممكن يناسب حد تاني، ما يناسبكش انت، وليه طرق. طب هقول لكم يعني بصراحه كده، بتخيل على البني ادم ولا لا؟ بتخيل عليه، بيقنع مش بيخدع، بيخدع بيخدع. فتعلموا فعل الخير، ده مش كلامنا الرجل، ده كلام ربنا. ربنا بيقول لنا تعلموا فعل الخير، ويقول لنا اطلبوا الحق، اطلبوا الحق، ما تطلب ربنا، ما هو الحق. وانك انت برضه تبقى انسان حقاني في امور الحياه، وفي ده مرات الانسان محتاج ان يبقى حقاني حتى مع عياله. يعني مرات تلاقي الواحد مننا مايل لحد من ولاده اكتر، ايا كان السبب، يقول لك لا ما تتعب نفسيته، تجرحها، لو اتكسفوا يقولوا هن هيعملوا ايه، يفكر فيها بينهم بنفسه. لان بنسمعها مع ناس حتى بيبقوا كبار، يقول لك ابويا ولا امي ما كانش بيعاملني زي اخواتي، ولما انت كبرت خلاص لا، تفضل مأثر، تفضل مأثر. اطلب الحق، ودي حتى في شغلك، خليك انسان حقاني، اطلب الحق، انصف المظلوم. مرات الواحد المظلوم ده بيبقى محتاج انه عايز يعرف بس ان واحد حاسس بيه، ان واحد حاسس بيه. لكن اصل مرات اغلب الاوقات المظلوم ده بيبقى ضعيف، والواحد دايما يحب انه يقف مع القوي ولا مع الضعيف؟ بيقف مع القوي. الضعيف ده يقول لك كله دايس عليه، لا يقول لك انصف ايه، انصف المظلوم. لان دي محتاجه حكمه برضه، انك تعرف ان ده كان مظلوم ولا مش مظلوم. ولما تحس انه مظلوم انصف، اطبطب عليه، ما يحسش ان هو يعني وحيد، ما يحسش ان هو وحيد. اقضوا لليتيم، اقضوا لليتيم. ومرات تلاقي الناس يعني في قلبها رحمه تهتم بموضوع اليتامى، عشان كده تلاقي ناس كتيره مرات يعملوا ملاجئ. في القداس الكرولسي نصلي طلبه كده، يقول لك مربي الاولاد، مربي الاولاد، لان ده من ضمنها الولاد اللي هم طلعوا يتامى. الله يريح نفسه، هنا متى المسكين في كتاب من كتبه بيقول لك الله واضع أبوة في البشر، واضع أمومة في البشر تكفي أكتر من كل الأطفال اللي في العالم. يعني الدنيا دي فيها يتامى كتير ولا لا؟ فيها يتامى كتير، بس الآباء والأمهات اللي عايشين عندهم أبوة وأمومة تكفي مش أولادهم الجسديين بس، تكفي أكتر من كل الولاد اليتامى. يعني ربنا حاطط ريسورسز في الدنيا دي تكفي احتياجات كل المحتاجين. يعني الواحد مننا عنده أبوة مش على كد عياله بس،
ده يقدر يحتضن عيال كتيرة خالص بمثابة ولاده. وتيجي لما تصلي مش تصلي لولادك بس ولكل الولاد، وتبقى مشغول مش بولادك بس، بكل الولاد والبنات. فاقضوا لليتيم، اقضوا لليتيم. ودي وصايا ربنا ليه؟ ربنا مش عايز يعني ندي خير كتير، يقول لك كله يعيش وكله تتسدد احتياجاته وكله يبقى مبسوط اقضوا لليتيم. فدايما الكتاب بيوصي على الضعفاء، لان مرات الارامل او اليتامى او غير، وخصوصا يعني مرت قرون وفي بلاد كانوا دول اغلب الوقت حقهم ايه؟ حقهم مهضوم، حقهم مهضوم. ده حقهم مهضوم مرات كان بيبقى من اقرب الناس اللي في العيله، يبقى واحد يتيم ولما يجي مثلا ليه حق يعني ما يدهلوش، يعني ما يدهلوش بالحق، ما ده انكل ولا ده خاله ولا ده جده، ولا يقول لك ده عيل يعني مش واخد بالي. عكس اللي الابرار تلاقيه يعملوه، ما ابونا ابراهيم لوط بالنسبه له ايه؟ ابن اخو ده يتيم بقى. لكن لما جوع هيقسمه قال له لوط ايه؟ اختار. ابونا ابراهيم لولا انه ما عندوش طمع ما كانش يقول له لوط اختار. مش ما عندوش طمع بس، عنده ايمان، انا الله هيفضل لي ربنا ايه؟ هيبارك فيها اكتر، ربنا هيبارك فيها اكتر. فعارف لما انت تحس انك انت ايه؟ ما ظلمتش حد، يقول لك ايه؟ اقدر احط راس على المخده انام. وكان مرات كتير الناس يقول لك ايه؟ يا بخت لما تبات مظلوم ما تباتش ايه؟ ما تباتش ظالم. انا مره حكيت لكم حكايه على واحد رجع لقي بيته اتسرق، فحل تعكنن يعني، فهو قاعد يشكر ربنا، فقال له اشكرك يا رب ان البيت لما اتسرق ما كنتش موجود في البيت، كان الراجل اللص قتلني. وتاني حاجه قال له اشكرك يا رب ما انا برضو ما كانش عندي حاجات كتير تتسرق. والحاجه الثالثه قال له اشكرك يا رب بالرغم ان هو سرقني لكن عندي لسه حاجات كتيره تاني ما اتسرقتش اقدر اعيش منها. واخر حاجه ده اللي انا حبيتها اكتر، قال له اشكرك يا رب ان انا المسروق مش انا السارق. اشكرك ان انا المسروق مش انا ايه؟ مش انا السارق. اقول لك ايه؟ مظلومش حد، مظلومش حد. اقضوا لليتيم وحاموا عن ايه؟ حاموا عن الارمل. اقضوا لليتيم وحاموا عن الارمل. في وقت اتكلم في الاصحاح اللي بعديه، الاصحاح الثاني، خمس دقائق. في الاصحاح الثاني بدايته من عدد 2 لـ5 هي نفس نبوة واحد في عصر اشعياء النبي، هو ميخا، ميخا النبي اللي تنبى على بيت عجل مكان ميلاد المسيح بيت لحم، في ميخا اصحاح 4 من 1 لـ3. ليه؟ يقول لك موضوع الرؤيه اللي بيتنبأوا عنها دي هي بيت الرب، بيت الله اللي انتم موجودين فيه دلوقتي. كلمتكم من يجي 2 أو 3 شهور في المزمور على بيت الله، ولكن بيت الله في الكتاب المقدس يعني آيات كتير خالص، ولما تقعد تفكر في الناحية اللاهوتية من ناحية بيت ربنا، هنا بيتكلم عنه في أشعياء في الإصحاح 2 كلام رائع، بيوصف بيت ربنا بجبل، جبل على الارتفاع والعلو،
والسمو. وبيت الله ده مش بيت ربنا، مش بالتقدير، بتقدير مباني. ده يقول لك الملك لو دخل كوخ يبقى الكوخ ده ايه؟ قصر الملك، لانه المكان بيتقيم بقيمة ايه؟ الساكن فيه. فده بيت الله. يقول لك بيت الرب يكون ثابتا، بيت الرب يكون ثابتا. لانه لما تبقى تفكر في مسألة بيت ربنا دي، محبة واتضاع من الله، ان عارف يبقى كل واحد مننا ليه ادرس، وبيت ربنا هنا يجي بتاع البريد ليه ادرس، يعني ربنا ساكن معانا في انوان. الله وسط شعبه. لو خدتوا بالكم في سفر العدد، الشكينة، شكينة يعني، وتأخذتوا بالكم الكلمة دي؟ تابرناكل يقول عليها شكينة، الخيمة بتاعت ربنا يقول عليها شكينة. شكينة دي يعني سكنة، شكينة دي يعني حلول. عارف لما يقول لك الكلمة صار جسدا، الشكينة، المسيح لما تجسد شكينة، حل، سكن، خد جسد، خد خيمة، خد تبرناك، ما جسدنا ده خيمة. فدي شكينة، سكن الله معانا. فاليان تاني يقول لك الله تعالى، لكن عندنا يقول لك عمانو ايه الله ايه؟ الله معنا. ما مش الله معنا بس، ده الله فينا، الله فينا. عارف لما يقول لك فلان ده اصله في قصر عادي، يقول لك لا ده انا منك، ده انا معاك. فبيت الرب يكون ثابتا، يرتفع فوق كل التلال، ما في السمو. لانه ده مبدا لاهوتي، احنا نرفع درجتنا الروحيه ونجرب عشان نقدر ان احنا نوصل ان احنا يبقى لينا مكان في بيت الله ونقعد، ولا عايزين نجذب بيت الله لمستوانا، واللي نعمله في العالم نعمله ببيت الله. انا قلت لكم مره قبل كده، قلت لكم مرات اروح كنايس الطير ارثوذكسيه، اول حاجه تلفت نظري انه لما يجي يكلم بعض في الكنيسه تلاقي الصوت بالعافيه تسمعه، لان في انسان حاسس انا ببيت ربنا، مش بنادي على فلان وعلى صوت، لا ده الكلام بالعافيه اسمعه، والحركه بحساب، اصل حضره الله. احنا دلوقتي في اجتماع مع بعض، تفكروا احنا لوحدينا؟ ده بيبقى يعني مكتر. كان البابا كرولس يقول مثلا لشماس حاضر معاه، يقول له شفتوا الضيوف اللي كانوا معانا؟ ده مرات كتير لما كانوا يجي يرشوا الميه بيرش حتى على كنب فاضي، يقول لك ما احنا ايه؟ ما احنا مش وحدينا، ما احنا مش وحدينا، نحن في الصلاة دائما بنقولها عمانو إيه إلهنا. ده ربنا بيقول إذا اجتمع اثنين ولا ثلاثة باسمي فهناك أنا أكون في وسطه، وهو ربنا بيبقى موجود كده، موجود بحضرة ملائكة وقدسين، موجود بحضرة ملائكة وقدسين. فعشان كده يقول لك إيه فيها، جالها يعقوب، يعقوب لما كان هربان وشاف السلم وقام عمل أول تدشين، عارفين لما تدشين الكنيسة؟ راح جاب زيت وصبه على الحجر بيكرس بيدش، وقال إيه؟ قال لا ده قال ما أرهب هذا المكان،
المكان ده ليه ايه؟ ليه رهبة، ليه مخافة. ما ارهب هذا المكان، ما هذا الا بيت الله، وهذا باب ايه؟ بيت الله ده باب السماء. السماء ما بينطلهاش من شباك، ده الباب بتاعها، ده المدخل بتاعها. عشان كده حتى يقولها القديس بولس الرسول في افسس 3، يقول لك الكنيسه دي سامع على الارض، الكنيسه دي سامع على الارض. عشان كده الانسان اللي بيعرف كده، بيجي عليك مثلا وقت قداس ولا وقت اجتماع ولا اي سبب من الاسباب اللي يخليني ان انا هاجي بيت ربنا، ما بيبقاش تقيل عليا. حتى لو كان المره اللي فاتت واحد دابني، ولا ابونا مش عارف قال لي ايه، ولا ايا كان السبب، الانسان اللي عقله كبير، اللي قلبه كبير، بيبقى بص لحاجه اكبر من كده، مش حد من اخواته واعطاف الجسد ولا ضايقه في حاجه ولا غيره. يقول لك انا بيرتفع عن كده، يقول لك بابه فرحان، فرحت بلقاء لين ليه؟ الى بيت الرب. مش مجرد ايه حافظينها، مش مجرد كلمة بتتقال، الواحد بيبقى فرحان. ده أنا مرة قلتها لكم، مرات يبقى عليا زيارة مثلا ولا حاجة، وتبقى مثلا ممكن الواحد ياخدها من شارع تاني، يقول الواحد بيتلكك، يقول لك لا نمشي من وايت لين، أعدي من جنب ست دنيان، عارف اللي بيقول لك بيتلزع يعني، بيتحجج بأي حجة وخط، يقول لك ناخد بركة. وأنا قلت لكم عند حتى في الكنيسة الأثيوبية، الاثيوبيين يقول لك لو رحت اثيوبيا لقيت فيه مبنى الناس وهي معديه يروح يبوسوا الحيطان، تعرف ان ده الكنيسه. يعني هم معديين جنب كنيسه يروح يعمل ايه؟ ممكن حد لو الناس شغاله باللوجيك بس، يقول لك انا ابوس الكنيسه، يبوس الحيطان بتاع الكنيسه، يقول لك ده المره نزفت الدم جالت ايه؟ المس توبه. ما احنا بنروح بنلمس الستر الايه؟ اقول لك المس هود بسوق. طب ولما لمست هود بسوق ونفعها بحاجه؟ اللي مالي مرقص قال لك انفقت كل معاشتها على الاطباء وصارت لايه؟ لقرد. جت لمست ايه؟ لمست طرف ثوبه وخلاص. والموضوع ما عداش وخلاص. ده السيد المسيح عشان يأكد الموضوع ويعرفنا احنا، لا لا ده جابها سحر، مين لمسني؟ فحتى التلاميذ قالوا له يعني الجموع كلها مالا زحماك، قالوا له كده، قالوا له الجموع كلها زحماك وبتقول مين لمسني؟ فقالوا قوة خرجت مني. فجبت الست مرعوبة، مرعوبة ليه؟ واحدة نزفت دم، وكانت في العهد القديم دي ايه؟ يعني مش طهارة، فجبت لمسته بس باعتراف، وجيت له انا انتهرها وبخ. قال لها ليه عملت كده؟ قال لها حسب ايمانك كلك، ايمانك امضي بسلام، امضي بسلام. فمثلا نقول تيجي تفكر في بيت ربنا، بيت ربنا ده ليه مهابه، بيت ربنا ليه مهابه. وضروري في بالكم حتى في تاريخ الكنيسه بتاعتنا قصص كتير خالص على بيت ربنا ومهابته، واللي بيتم فيه من غير ما الواحد مننا ولا واخد باله. يعني بالي حاجات كتيرة خالص. ده واحد من الشمامسة المكرسين اللي كانوا في اسكندرية اتنيح من فترة بسيطة، يقول لك بيتنا كان قصاد الكنيسة، وبيحكي على اللي مامته واللي هو كانوا بيشوفوه في الكنيسة، اللي كانوا بيشوفوه بالكنيسة. واحنا في الصعيد كان عندنا كنيسه في قريه
الناس اتجننت اهل البلد ان الكنيسه دي هيحط عليها صليب. وزي ما انتوا تلاحظوا كده الصليب يهيج الشيطان خالص. يعني اوعى تفكر يعني دلوقتي انا حتى مره كنت اقولها واحنا في مصر يقول لك طب انا ماسك صليب في ايدي في ايدي مضايقك انت فيا يعني ايه ايه اللي مضايقك؟ يعني لو رحت مثلا ضربت كبير وما ضربش بالصليب يعني ما اذتكش في حاجه طب ايه تعبك فين؟ عارف تعبه فين؟ عشان سمعان الشيخ قالها للست العذراء اول ما دخلت الهيكل بالمسيح كان ليه 40 يوم بالجسد قال لها ده وضع علامه ايه؟ علامه الصليب ده علامه ايه؟ علامه تقاوم. وجئت وسح في الكلام القديس بولس الرسول لما قال لك ايه؟ كنت كلمه الصليب عند الهالكين اما عندنا نحن مخلصين فاهمين من الاول كده يقول لك ايه؟ حاشا لي انا افتخر الا بالصليب ربنا يسوع المسيح. فحبوا يحطوا صليب على الكنيسه. البلد هاجت وطلعوا في يوم جمعه حدفوا الكنيسه بالحجاره كانوا اولاد مدرسه الاحد عندهم الخدمه يوم الجمعه والعيال اترعبت اطفال. وحصلت مشكله كبيره ووصلت مديريه الامن والمحافظه وغيره فاشترطوا على ابونا انه بلاش الصليب اللي على المناره تنوروه. ما توصلولوش كهرباء. يجي في الليل كده وبيان ما فيش نور. فابونا قال لك خلاص ما يديرش حاجه. ففصل عنه الكهرباء شالوها مش مفتاح يعني شالوه. جو بعدها بيجي اسبوع والجيران بتاعت الكنيسه مش مسيحيين راحوا يشتكوا قال الصليب ما ينور بالليل. مدير الامن بعت لابونا تاني، ابونا عرف شخصيا. قال له صدقني ولا وصلناه ولا حاجه ولا ما ننور. طب هنعمل ايه كمان ما ينور؟ احنا ما بننوروش ما بنوصلوش كهرباء. فراح ابونا راح جمع الشمامسه وطلع فوق سطوح الكنيسه عملوا تمجيد للصليب. عملوا ايه؟ عملوا تمجيد للصليب. فبيت ربنا بيقول لك بيت الرب يكون ثابتا يرتفع فوق ايه؟ كل التلال. لان تاثيره يكون فوق كل تاثير. تاثيره يكون فوق كل تاثير. لما واحد يقول يا رب كنيستك دي تبقى مناره. مناره يعني ترشد الناس. مناره يعني نور ينور للناس. الكنيسه افضل حاجه لما تبقى مكان الانسان التعبان يجي فيه يستريح. يجي في جبل فيه الانسان مع الله. لانه ممكن المفاهيم بتبقى عند بعض الناس كان المكان الكنيسه دي كانه كلاب يعني ايه؟ مكان هتجمع فيه مع اخواتي واشوف الناس ولا غيره. يقول لك لا ده اسمى ده بيت الله ده بيت الله. لانه مره واحد يعني لسه مبتدي في الروحيات فبيقول لي ايه مواعيد الكنيسه عندكم؟ قلت له خير يعني. فقال لي انا عامل بيزنس نيجي نعمل ادفرتايزنج. يعني ومرات دي بتبقى من ضمن يعني الناس بتيجي فبيعرفوا كده بس ما يبقاش ده ايه؟ ده الهدف. ما يبقاش ده السبب يعني. ما يبقاش ده السبب. هو ده الكنيسة بالنسبة لي بس عشان البزنس يمشي كويس. لا ده في ده خسارة انت تضيع الوقت بتاعك عشان كده ده في حاجة أهم من كده هتاخد عطايا أكتر من كده مش مسألة الدخل بتاع البزنس. مش مسألة الدخل. ده هيغنيك ومش هيحودك يعني. ومش هيحودك. فيكون بيت الرب ثابت. يرتفع فوق كل التلال وتكون مكانته في قلب الواحد مننا أسمى مكانا. علشان تعرف محتاج الواحد يقرأ مثلا حاجة زي اللي قالها سليمان الملك. صلاة رائعة بتاعت التدشين دي.
وقول له عينك يا رب تبقى مفتوحة على الباب ده. أي واحد يا رب يجيلك في المكان ده في بيتك ويطلب منك تديله، وقاعد يصلي كده صلاة جميلة خالص. تعالي بيت ربنا لما تقرا سفر عزرا، لما تقرا حجي وهو بيتكلم على بيت ربنا، لما تقرا في مزامير المصاعد وهم صاعدين كده يروحوا الهيكل ويقولوا مزامير من 120 ل 134 15 مزمور، ويقول لك بيروحوا يزوروا ده حجي، ده حجي يعني عيدي ده، لان ده بيروح رايح للهيكل، رايح للهيكل يقول لك مفيش فرحه احسن من كده. وكان ربنا بيرسم صوره حتى من العهد القديم عشان الناس تبقى عارفه، ده في حاجات كانوا بيعملوها في بعض الاعياد علشان تروح في الهيكل كده، يقول لك اللي ما شافش فرحه العيد ده ما شافش فرحه. صحيح مرات في بعض الحقبات في بعض الاجيال عند شعب اسرائيل اتغير المفهوم وبيجت حاجات روتينيه كده وخلاص، بس ربنا كان دايما بيوقفهم ويقول ما يصحش كده. ده كان بيعتب، وانا قلت لكم اقول له لغايه انت تدوس دوري، مين قال لكم تيجوا كده بحالكم دوت وتترقى قدامي؟ وكان ربنا مرات عمل بعض المواقف في العهد القديم تحس انها شديده خالص عشان تعرف الناس. يعني تقرا مثلا في لويين 10 اللي حصل مع اولاد هارون لما اتحرقوا، ولا تقرا مثلا في صموئيل الثاني 6 اللي حصل مع عزة بالنسبة لتابوت العهد، ولا تقرا مثلا في ملوك الثاني 26 اللي حصل مع عزية الملك. ما كلها حاجات علشان ايه؟ يعرف. طب ولما بعدوا، لما جه نبوخذ نصر ودمر الهيكل وحرق، وربنا عمل حاجة؟ ولا حاجة. ما هو قال له خلاص انت بعدت عن ربنا، ما انتوا بعدتوا عن ربنا. ففي حاجات كده نحتاج نكمل فيها بنعمة ربنا. هيتكلم تاني أشعيا النبي عن موضوع بيت الله. ربنا يبارك حياتنا جميعا لإلهنا كل مجد لأبد.